قبل ذلك نعود مجددا إلى أسواق المنطقة ومع زميلة ألاء، وهذا العرض حول آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة على ضوء توقعات صندوق النقد ويعني خفض الإنتاج من أفريقيا. شكرا محمد. إذن توقعات إيجابية لإيرادات السعودية يطلقها صندوق النقد الدولي بعد خفض إنتاج النفط الذي أعلنته مع أوبك وحلفائها. التوقعات التي جاءت على لسان رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية أمين ماتي تأتي مدفوعة بارتفاع أسعار الخام مع إبقاء الإنفاق الحكومي تحت السيطرة، فيما تتزامن أيضا مع إعلان إيرادات المملكة من صادرات الخام التي تراجعت في فبراير الماضي بنحو 12% على أساس سنوي، وصلت إلى مستويات 21.4 مليار دولار، هي أدنى مستوياتها في 14 شهرا تقريبا، ولكنها تبقى أعلى من المتوسط الشهري لفترة ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية في مارس، كما هو موضح على الخط المرسوم باللون الأحمر على هذا الرسم البياني. كانت عائدات المملكة من النفط العام الماضي قد بلغت نحو 326 مليار دولار، نتحدث عن مكاسب طبعا شبه قياسية، واقترنت أيضا مع ارتفاع أحجام الإنتاج حينها، ما جعل اقتصاد المملكة الأسرع نموا في مجموعة العشرين، وساعد ذلك الحكومة فيما بعد في تحقيق فائض مالي لأول مرة منذ نحو عقد من الزمن. ويأتي أيضا كل ذلك في وقت تشهد فيه الميزانية السعودية حالة من فك الارتباط بين أسعار النفط من جهة كما يظهر في هذا الخط، وبين أنماط الإنفاق إنفاق الحكومة السعودية وسط الكثير من الانضباط المالي أيضا مع زيادة أسعار الخام منذ فترة. وتحاول السعودية قطع ارتباطها بالنفط عبر كبح زيادات الإنفاق، استخدام أيضا عائدات الطاقة لتسريع المشاريع التي تسهم في تنويع الاقتصاد والتي سمعنا عنها منذ فترة من الآن، يعني تدعو الخطط الحالية لضبط الميزانية بعد سلسلة من الإجراءات التي تضمنت تخفيضات في الدعم، إلى جانب فرض المزيد من الضرائب والرسوم. شكرا لك. لا، سنبقى يعني مع قراءة لهذا الملف. ينضم إلينا من موسكو فياتشيسلاف ميشينكو، خبير النفط والغاز وترأس سابقا وكالة التسعير الدولية. أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم. يعني هذه المعادلة الآن التي يتم الحديث عنها بشأن تأثير ذلك على الفوائض المالية والميزانيات في دول الخليج، عندما نتحدث أنه أعضاء أوبك يعني يخفضون الإنتاج أنه ذلك له تأثير لأن الفوائض المالية التي حققت سابقا كانت مقرونة بارتفاع الإنتاج، هل هذه معادلة يعني دقيقة للغاية بحيث أنه نقول أنه دول الخليج تعتمد بشكل كبير ما زالت تعتمد بشكل كبير على هذه الإيرادات؟ مرحبا، أنت على حق تماما. دول الخليج ما تزال تعتمد على الإيرادات هذه، لكن كما قلتم هناك تنويع مستمر للأنشطة الاقتصادية في الدول الأساسية المنتجة للنفط مثل السعودية، هذا الأمر مطروح على جدول الأعمال، ولكن الوضع الحالي يمنح فرصة لكسب المزيد من المال في الدول المنتجة للنفط، والعنصر الأساسي في الاستراتيجية لدى أوبك بلس هي تريد إحداث الاستقرار في السوق ودعم التنمية الاقتصادية في العالم، لأن التقلب في العرض والطلب والتقلب في الأسعار يعتبر مؤثرا في الوضع الحالي. طيب يعني زيد فيتشي، هل الإنفاق الأكثر تحفظا دعنا نقول هو من سيلعب الدور الحاسم التي ستعود على المملكة من خفض الإنتاج وارتفاع الأسعار، هل هذا ما أفهمه من كلامك؟ وسيلعب دورا أكبر ربما أيضا بتحديد سعر التعادل للنفط في المملكة تحديدا. ربما، لكن الانضباط قائم وتحالف أوبك بلس، هذا التحالف قائم منذ 7 سنوات وهو عنصر مهم في ضبط أسواق النفط، لأن المكونات الأخرى ترتبط بالعوامل الجيوسياسية، هناك عمليات الحظر والسقوف السعرية على النفط، هذه العوامل لا تمنح أي فرصة للتطور بين العرض والطلب ضمن السوق ضمن الظروف الحالية، لكن أسعار النفط تعتمد اعتمادا كبيرا على التوازن بين العرض والطلب كما تعلمون.
طيب، سياسات الإنتاج لا شك أنه تعتمد على يعني معادلة العرض والطلب كما تقول، وهذا واضح ومعروف في السوق، لكن برأيك ما هو السعر العادل لهذه الدول لنقول أنه سيعوض هذه الخسارة من تخفيض الإنتاج؟ إذا كنا نتحدث عن قاعدة سعرية الآن الكل يتحدث عنها ويتفق حولها هي 80 دولار للبرميل. المستوى الحالي لسعر النفط يعتبر مريحا جدا للدول المنتجة، ولكن مجددا الاستراتيجية الأساسية هي إحداث الاستقرار في السوق وعدم الصعود والهبوط وعدم اللجوء إلى خفض الإنتاج أو فرض العقوبات، واستراتيجية أوبك بلس واضحة، هي تحاول ضبط جانب العرض وتحاول دفع المشترين إلى التقاط الإشارات لكي يكونوا أكثر انضباطا في استراتيجيات الشراء التي يمارسونها. طيب، بالنسبة للسعودية مثلا، جولدمان ساكس قدر أنه تكون بحاجة أن يكون متوسط سعر النفط عند 76 دولار بموازنة السنة الحالية. صندوق النقد اتخذ وجهة نظر ربما أكثر تفاؤل، قدر أنه عند 66.8 دولار. بلومبرج إيكونوميكس تتحدث عن 80 دولار فما فوق. ما رأيك بهذه الأرقام؟ أين تقف برأيك عندها؟ ليس من السهل التعليق على المنهجية التي تتبعها كل مؤسسة للوصول إلى الأرقام. إذا كنا نتحدث عن تكلفة الإنتاج، هذا الرقم يختلف من بلد إلى آخر، وفي السعودية تكلفة الإنتاج منخفضة جدا، وهناك موضوع التنمية الاقتصادية وكيف تريد الدولة استعمال الإيرادات لتطوير الاقتصاد عموما. لكن كما قلت، 80 دولارا أو أعلى هذا سعر مريح للمشترين وللبائعين على حد سواء. إذا ارتفع السعر إلى مستوى أعلى بكثير سيكون الوضع أصعب بالنسبة للمشترين لكي يحصلوا على كميات إضافية، وبالتالي أوبك بلس على حق في استراتيجيتهم المطبقة حاليا. طيب، يعني كررت هذه الجملة كثيرا سيد فياتشسلاف طبعا حول هذه الاستراتيجية، وهناك كانت مؤشرات، وأنت على حق أن هناك الكثير من المؤشرات يعني التقنية التي تدعم خطوة أوبك الأخيرة. بالتالي عندما نتحدث الآن عن معادلة العرض والطلب، البيانات الأخيرة من الصين، أين ترون هذه المعادلة في المستقبل المتوسط أو خلال هذا العام؟ هل ستبقى هذه النظرة المهيمنة على السوق؟ ما هي توقعاتكم؟ التوازن بين العرض والطلب كان فيه مشكلة في جانب الطلب، ففي بداية خروج الصين من قيود الجائحة هذا الأمر كان واضحا، وحاليا الصين تشهد تحسنا تدريجيا والاستهلاك استهلاك النفط يتزايد في الصين، وكما قلنا أوبك خفضت إنتاجها بشكل مرحلي، وبالتالي التوازن بين العرض والطلب ربما يحصل في منتصف العام بعد 3 أشهر عند مستوى 102 أو 100 ومليون برميل يوميا. هذا هو بالضبط مستوى الاستهلاك العالمي للنفط، وأوبك بلس لديها استراتيجية كما قلت هي استراتيجية صائبة، وسنرى التوازن يتحقق في الأشهر الثلاثة المقبلة ربما. طيب، دعني أسألك عن تعارض تفاؤل صندوق النقد مع وجهات نظر أخرى مثل جولدمان ساكس الذي يرى أن التوقعات المالية للسعودية مثلا تضعف، توقع عجزا بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ما رأيك بذلك؟ نحن دائما نستعمل الأرقام والتوقعات من مؤسسات مختلفة وهي تمثل أجزاء مختلفة من السوق، فكما قلت هناك الدول المنتجة وهناك الدول المستهلكة من جهة أخرى، والمؤسسات الغربية دائما
تحاول أن تعرض الوضع بما يخدم مصالحها، وهناك فروقات. تتحدثين عن صندوق النقد الدولي أو وكالة الطاقة الدولية وغيرها من المؤسسات، هي دائما تعطي توقعات وأرقام تختلف عن التوقعات والأرقام من أوبك والمؤسسات الأخرى المتعلقة بالمعروض. نعم، فياتشيسلاف ميشينكو خبير النفط والغاز وترأس سابقا وكالة التسعير الدولية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.